يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرض علي زميل لي قطعة أرض عليها قرض عقاري لم يصرفه بعد، وعرض علي الأرض بمبلغ وقدره 60,000 علما بأن الأرض لا تتعدى قيمتها 20,000، إلا أنه قد رفع السعر بسبب بيعه إياها مع القرض، فهل يجوز لي شراؤها ونقل القرض باسمي؟ لا يجوز بيع القرض، لأنه بيع دراهم بدراهم ولا يجوز. أما أنه يبيع الأرض كيف؟ يبيع الأرض ملكه يبيعها، أما يبيع معها القرض لا، هذا لا يجوز. نعم.